تشابه البيض عند أوريول بالاكير، فمجموعته من بيضي الفصح تتجاوز الأنواع المعروفة. الشكل البيضوي المشابه لشكل البيضة ليس سوى الشكل الأساسي. هذه البيضة توضح فلسفة عملنا بجلاء، وعندما يرى أحد ما هذه البيضة يسأل نفسه إن كانت هذه بيضة أم عملاً فنياً. ومن هنا جاءتني فكرة تصميم بيضة ثلاثية الأبعاد. ورث ابن الأربعين عاماً موهبته من والده الذي كان يعمل حلوانياً أيضاً. كان أوريول يراقب منذ طفولته كيف تتحول الشوكولاتة إلى عمل فني فتأثر بذلك. كان يرغب بدراسة الفن، إلا أنه فضل العمل كحلواني. لقد نقل حبه لفن النحت إلى مادة الشوكولاتة، فسهولة تشكيلها غير محدودة، ولا يزعجه أن أعماله لا تبقى طويلاً. فالمهم أن تحكي تصاميمه قصة، وأن تكون أكثر من مجرد بيضة مصنوعة من الشوكولاتة. هذا فن لا يدوم، ولكن يسعدني أن أسمع من زبائني قولهم بأنهم لا يأكلون البيضة بل يحتفظون بها لسنوات عديدة لأنها أجمل من أن تؤكل، وهذا أكثر ما أحب سماعه. يصمم صانع الشوكولاتة من مدينة برشلونة مع فريقه حوالي 10 تصاميم جديدة لبيض عيد الفصح كل عام. قبل العيد بعدة أشهر يستدعي أعضاء فريقه ليعرضوا اقتراحاتهم، ويختار التصاميم النهائية بعد إجراء اختبار مع أناس بالغين وأطفال. منح أوريول بالاكير لقب أفضل حلواني في إسبانيا عام 2001 على ابتكاراته، ثم تبع ذلك منحه جوائز أخرى. كما يمكنه استخدام تقنية رش الشوكولاتة بالبخاخ، فبيضة عيد الفصح المزينة بمجسم لمدينة برشلونة رشت بعدة طبقات من أصبغة الطعام. أنا محظوظ جداً بالحصول على فرصة العمل هنا، فعندما بدأت بالعمل صرت أقرأ كتاب أوريول للطهي مساء كل يوم ليكون مصدر إلهام لي. تسألني عن رؤيتي؟ رؤيتي هي محاولة عمل شيء يختلف عن الآخرين، فأنا أحاول أن أصمم منتجات تبقى موضة لسنوات عدة، وهكذا أكون قد تفوقت على الآخرين. العمل بصناعة الشوكولاتة ليس بعيداً عن صناعة الحلويات، إذ يعد الكعك المصنوع من 8 أنواع من الشوكولاتة من أكثر الحلويات مبيعاً، وهي مثال حي عن حب التجربة لدى أوريول بالاكير. لماذا لا يجرب صناعة الحلوى من خليط من الزبدة والخردل والكرز الأسود والفانيليا؟ يعرف أوريول أن 20% من زبائنه فقط مستعدون للتعامل مع هذه المعجنات الغريبة، إلا أن هذا لا يمنعه من إحداث ثورة في عالم الحلويات. عندما تكون هناك نكهات لا يحتفظ بها المرء في ذاكرته يتعين عليه تجربتها، وهذا يغني سجله من النكهات المختلفة، وعندما تعجبه نكهة يتناولها بشكل أكثر. فأنا مثلا أحب الخردل بصورة خاصة، لذا أحاول الآن ابتكار قطع من الشوكولاتة بنكهة الخردل لمجموعتنا الخاصة بأعياد الميلاد المقبلة. يرغب أوريول دائماً بإدهاش زبائنه وإثارة مشاعرهم، سواء كان ذلك عبر النكهات أو الأشكال. يبلغ سعر بيضة عيد الفصح المصنعة يدوياً حوالي 100 يورو، وبالرغم من ذلك الطلب عليها كبير. في الماضي كنا نستخدم بيض الدجاج، أما اليوم فنستخدم البيضة المصنوعة من الشوكولاتة، وهذه البيضة هنا جميلة. ولكن هل ستأكل هذه البيضة الجميلة؟ طبعاً سأكلها. إن البيض الذي يعده أوريول بالاكير لعيد الفصح يبدو جميلاً جداً، إلا أن المرأة لا يشعر بالمتعة الحقيقية إلا عندما يلتهم البيضة.